أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناتنا قناة القرية المعرفية في فيديو جديد حول تطبيق لزيادة عدد المشاهدات على اليوتيوب وزيادة عدد السبسكرايبس. تطبيق سهل الاستعمال، سهل جدا، وبإمكانه زيادة عدد كبير من الدقائق والساعات لقناتك، وكذلك يمكنه زيادة عدد السبسكرايبس أو لزابوني. الفيديو التطبيق اسمه يو شانيل. عندما تقوم بتثبيت يو شانيل وهو باللون الأحمر كما يبدو على شاشة الموبايل، بمجرد الضغط عليه سيعطيكم الشاشة الماثلة أمامكم. هناك ثلاث طرق لجلب النقط التي يمكن أو كوينز التي يمكن تحويلها إلى سبسكرايبز أو لايكات لأحد الفيديوهات على قناتك أو زيادة عدد المشاهدات في قناتك. يمكنك أن تقوم بمشاهدة الفيديوهات على التطبيق، فمثلا هذا الفيديو عليه 48 نقطة أو كوينز مقابل أن تشاهد منه 61 سكوند. هنا كما ترون view on YT see other. إن كنت تريد البحث عن فيديو عليه عدد أكبر من الكوينز يمكن الضغط على سي اذر حتى تجد الفيديو الذي تبحث عنه كما افعل انا حاليا. ساتفرج على 60 دقيقة من الفيديو، 60 ثانية من الفيديو الحالي، بعدها ساربح 48 كوينز. وكما ترون في اعلى الفيديو لدي 409 كوينز. هناك ايضا يمكن القيام بلايك لبعض الفيديوهات وتزيد من عدد الكوينز على حسابك في يوتشانل، او ان تقوم بالسبسكرايب على مجموعة من القنوات كاختيار ثالث، وهذا هو الاختيار الذي تربح منه او من خلاله كوينز كثيرة او نقاط كثيرة بسرعة فائقة. هنا انتقل عدد الكوينزات من 409 إلى 457 بإضافة 48 كوينز التي ربحتها من خلال مشاهدتي ل 60 ثانية من الفيديو السابق. هذا الفيديو هنا سأقوم بالسبسكرايب على قناة أو قناتين، عن طريق السبسكرايبز يمكنك الربح كوينز كثيرة بسرعة كما قلنا. هنا مقابل السبسكرايب و 60 ثانية من المشاهدة ستربح 210 كوينز، بشرط أن تقوم بلايك وسبسكرايبس، أي أن تضغط على زر جيم زر الإعجاب ثم صابوني أو سبسكرايبس أو المشاركة بالعربية. بعد انتهاء 60 ثانية ستربح 210 دقائق. الشرط هو أن تشاهد أولا 60 ثانية، أن تشاهد الفيديو ثم تضغط على زر الإعجاب ثم تقوم بالمشاركة أو السبسكرايبس. عندما أقوم بذلك سأضغط على الزر الأخضر أسفله مكتوب عليه Return Up. هنا انتقل عدد النقاط عندي من 400 إلى 600 تقريبا. نقطة في مدة 180 ساعة.
سأشارك أيضا في هذه القناة التي ستعطيني 330 نقطة مقابل مشاهدة 175 ثانية من الفيديو. هذا برنامج يوتشانيل هو برنامج لزيادة عدد سبسكرايبس على قناتك في اليوتيوب أو زيادة عدد المشاهدات. سأدخل على كومبين وأضغط على علامة زائد كي أفتح كومبين جديد. وهنا عندي ثلاث اختيارات: get subscribes and like for your channel, get views for your channel, get likes for your channel video for your video. هنا سأختار ماذا أريد. إن كنت أريد إضافة subscribes ولايك لقناتي، أم أريد زيادة عدد المشاهدات، أم أريد فقط زيادة لايكس لفيديو من الفيديوهات. سأضغط على أحد الاختيارات. هنا أدخل رابط أحد الفيديوهات من قناتي. هنا يمكن اختيار 10 سبسكرايبس، number of subscribes، و time required بدل 60 سكوند يمكن أن أختار أكثر أو أقل، 45 أو 90. في الأعلى يمكن أن أختار 20 سبسكرايبس أو 1000 على حسب ما أمتلك من النقاط. في الأسفل توتال كوان يعطينا كم يجب أن نتوفر عليه من الكوانز كي نحقق الرغبة التي نريد. بالنسبة لي أنا سأختار get views for your video، وسأختار أحد الفيديوهات أو اللينك الذي أدخلته آنفا. مثلا سأختار هذا الفيديو وأقوم هنا بإدخال عدد 100 أو 50 فقط، مهم العدد الذي أتوفر عليه من الكوينز الذي يخول لي ذلك. هنا 10 مشاهدات، 60 ثانية في كل مشاهدة ب 600 كوينز. هنا اخترت 10 فيوز ب 90 دقيقة ثانية لكل فيو، لكل مشاهدة ب 900 كوينز. سأضغط على اوكي وسأنتظر تفعيل كومبين.
ملاحظة أخيرة، هو يفضل استعمال الفيديو للمشاهدات. أما بالنسبة للسبسكرايبس، إذا جمعت مثلا 6000 كوانز أو أكثر، يمكنك أن تختار سبسكرايبس، لأن أغلبية السبسكرايبس ينسحبون بعد ذلك، أما المشاهدات فتبقى. يعني أفضل أن تستفيد من هذا التطبيق من خلال تطوير المشاهدات وزيادة عدد المشاهدات، عدد ساعات المشاهدة. إذن إلى هنا ينتهي هذا الشرح، انتظرونا في شرح تطبيق آخر مجرب كهذا، قمت شخصيا بتجربه، وأتمنى أن تكونوا استفدتم وأن تطبقوا ما سمعتم، وأتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله. لا تبخلوا علينا بالسبسكرايبس على قناتنا لكل ما هو مفيد، وتفعيل الجرس لكل ما هو جديد إن شاء الله.